اليوم أولى الأمهات اللي رح يكونوا بحلقتنا ورح يشرفونا أكيد هي السيدة أم مازن، أم من بلدنا العظيمة، أم لثلاثة شهداء مازن ورحيل ومحمد. اليوم رح نحكي عن قيمة الشهادة، عن حياة الأم يلي اختارت من نهج التضحية عنوان لإلها، فربت وزرعت روح الشهادة وشرف الدفاع عن الوطن. يسعد صباحك خالي أم مازن، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، نورتينا. بتشرف فيك، وانا بتشرف ان بشكر الاخباريه ان استضافتني وانه ما عم تنسونا ولا باي مناسبه. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بألف خير، واكيد ابناء سوريا ونحن كلنا اولادك. الله يرحم شهدائنا مازن ورحيل ومحمد. حضرتك من ريف السلميه، الحمد لله على السلامه. يعني بمناسبه عيد الام اليوم اخترناك كأم عظيمه، مثال للام السوريه يلي ضحت بأبنائها كرمال الوطن. أهلا وسهلا فيكي. بالبداية شو بدنا نقول لكل أم عم تتابعنا، من أم شهيد حابة تقولي لهم معايدة من قلبك؟ كل سنة وكل أمهات سوريا وكل أمهات الشهداء بألف خير، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويخلي لنا سيادة الرئيس اللي ما عم ينسانا ولا بمناسبة. وأنا مثل أي أم، وبجوز أقل من كل أم قدمت وضحت، بجوز عند أمات ضحوا أكثر مني بأربعة وخمسة، يعني أنا ما بجي مقابلي ما بجيب ولا كأني بحي كل هالتضحيه. والله يرحمين، وانا كثير قوي والله مصبرني، والحمد لله كل اللي فدا البلد وفدا سوريا. انا سوريا غاليه، الوطن غالي غالي وعزيز، مثل ما قال الله يرحمه سياده الرئيس الله يرحمه حافظ الاسر، الوطن غالي وعزيز. خالي حضرتك حاليا عم تربي احفادك، الله يرحم اولادك، قد ايه يمكن هي القيم يلي زرعتيها باولادك اليوم انت عم تحاولي تزرعيها باحفادهم، وقت بيسالوكي عن ابهاتهم شو الله يسلمك يا رب، انا عن الشهيد البطل، عن الشهيد يلي ضحى كرمال سوريا كرمال الوطن. انا ربيت اولادي احب الوطن وحب سوريا، وبين كان بالجيش كمان يعني رضعناهن المي والحليب والكل، احب سوريا. فبدي ربي كمان الاولاد على نفس النمط ان شاء الله، ولو انه في عندي اسا انا بقدم، بس ما عندي غير هالثلاثه، ما عندي مضل، لو في حتى البنات هلا ينطلبوا بيروحوا. يعني دائما بيقولوا ام الشهيد في بيجيها صبر من عند طبعًا. الله دخيله أكيد. انه بتقوى اكثر واكثر، فانت قدمتي ثلاث أولاد واليوم أنت قدوة لأحفاد عايشين سوا كلنا عندي الحمد لله. الحمد لله. خلينا نحكي عن الحياة اليومية لأم الشهيد. شو بدي أقول لك، أنا ربيت أنا أحب الوطن وحب البلد، وعم دير بالي على الصغار مثل ما كبرت أبهاتي وراحوا، وهدول بدي كبرهم. كم حفيد عندك؟ عندي أربعة من واحد الكبير ابني أربعة مازن، من مازن أربعة، وبنت من محمد المفقود، وعزابي واحد والاثنين، يعني ربيتن وبدي ضل مربين لآخر لحظة، والله مصبرني ومقواني الحمد لله. الله يقويك يا الحمد رب. الحمد لله على كل شيء. يعطيكي العافيه الخاله ام مازن، يعطيكي العافيه. خاله خبرينا عن اعمار احفادك، عم يدرسوا عم يتعلموا؟ اكيد اكيد، العلم قبل كل شيء، العلم وحب الوطن ابدا، هذول الثنتين. الكبيره بنت مازن، الكبيره اسمها منيسة بصف الخامس وممتازه الحمد لله. الثانية جهيدة على اسم ست سموها، أنا طبعا مو بصير ستين هلا، بصير أمي مثل ما ربيت أولادي، هذوك بربي أم ولا بصير أمي الهين كمان، وأمهاتي الموجودة. الثالثة سوريا سميتها على اسم البلد، الله يحميهم. وعندي وحدة مستمعة شاء، الله يحميهم يا رب، وإن شاء الله بتشوفيهم وبنت أهم الأماكن الله المتفوقين. يخليك يا رب، مشان نسكت اكيد شو ما تزعل. ايوه هي مضبوط هالحكي. البنت المفقود اسمها أسينا صف الثالث كمان عندي الحمد لله، وعم ربيين شو بينقصن انا جاهزه. بدنا نقول لهم صباح الخير، اكيد هن عم يتابعونا أكيد هلا، اكيد بدي. وديروا بالكم على التيتا والله يا عيني حنونات، بيركضوا علي وبيحضنوني وبيبوسوني، وكانه بين يعني علمت انه خلص، وهن عرفوا رفقاتي بيقولوا لي يا ريت نحن اولاد شهيد، ومو كل مين طلب الشهاده ناله، شيء عظيم يعني عن جد. أنا بس بفقد بعيد الأم إنه ما في شاب وكل عسكري بالبلد هو ابني. أكيد. إنه بس بفقدين إنه بعيد الأم ما حد بقول لك إلا إنه العام وأنت، بس هي غصة بس غير هيك لا. أكيد. أكيد نحن يعني كلنا أولادك، دموعك كثير غالية علينا.
بس كمان يعني انت عم تقدمي رساله كثير عظيمه. هي الرساله هي مثال لكل حدا هلا عم يتابعنا. مرقنا بظروف كثير صعبه، فقدنا شهداء، كان عندنا جرحى، ظروف بلد مرقت كثير صعبه، صديناها بقوه الاراده يلي موجوده عند حضرتك، يلي انت مثال لكل امراه سوريه. صح الحكي. انا كل وحده بتشوفني بالضيعه، الضيعه تبعي انا ضيعه باسم عقارب حد السلميه، بيقولوا لي نيالك الله مصبرك. فعلا وانا قويه والله مقواني كثير كثير، يعني انا البلد غالي علي كثير، سوريا غاليه تنفذ بالدم. وانت غاليه علينا اكيد خالي، معك يعني اليوم ما بدنا نبكي اليوم، بس اليوم عيد الام. والله العظيم انا كل ما ببكي ابدا، بيقولوا لي ما يعني حتى لو بروح على الجبانه بقرا لي المقبره، بروح بقرا لي الفاتحه وبرجع، يعني هن وابوهم حد بعض. يمكن ما فينا ما نعبر عن مشاعرنا، اكيد الله يرحمون، الله يسلمك كثار امهات ويرحم الشهداء يلي هلا عم يشوفونا. مثل ما ذكرتي، كيف رسالتك للام الشهيد لحتى تقدر تتخطى هاي الحاله الصعبه، حاله اليمه يعني مو صعبه، كلياتنا عشناها فعلا. بيقولوا الولد غالي وما في اغلى من الولد، بس الوطن اغلى، الوطن اغلى. قلت لازم تكون قوية. كيف تغلبتي؟ تغلبت يعني أنا قوية، أنا بطبيعتي قوية جبارة. إيمان بالله؟ أبدا، وإيمان بالله وبالبلد، إنه لازم ندافع عنها. هي وطننا، وين بيروح الواحد بعد وطنه؟ كيف إذا طلع برات بيته غريب، كيف برات بلده؟ لا، الوطن غالي وسوريا غالية كثير، وبتستاهل أكثر كمان، إنه بتستاهل أكثر من هيك. حتى نحن أنا هلا أم نطلب لأي شيء خدمة للوطن بخدمه، ما بقصر ابدا، وعندي بنات جاهزات كمان اذا بيطلبوا. الله يخلي لك اياهم. بس ما عندي شباب، لو عندي بقدم. الله يخلي لك اياهم. بدون تردد، والله العظيم بدون تردد، سوريا غاليه. الله يخلي لك اياهم. والله يخلينا سياده الرئيس. ويخليكي فوق راس الكل، يعني اليوم بكلماتك وبحضورك وبقوتك وبارادتك وبصبرك اعطيتينا رساله تعجز الكلمات انه نعبر قدام قدسيتك يا ام الشهيد. الله يخليك. الله يقويكي. الله يسلمك. ونحن كثير انبسطنا اليوم انه حضرتك كنتي ضيفتنا، نقوى فيكم. والله ما عم نقدم شيء، اسا لو في بقدم. والله يخلي لنا سيادة الرئيس على راسنا، ويشفي الجرحى ويرحم الشهداء. آمين يا رب. ويخلي لنا سيدة الياسمين ويشفيها يا رب. هي أحسن شيء أنا قابلتها، وأنا أول ما شفتها بكي. قال ليش عم تبكي؟ بدي أحكي إياها هالكلمة. قلت لها أنا ما عم ببكي على أولادي، أنا عم ببكي إنك كنتي مريضة والله شفت. ومن وقت ما شفتها بدعي لها الله يشفيها، وفعلا يعني كثير انبسطت لما شفتها أنا على التلفزيون كثير. وكيف كانوا يعني سوريا غاليه، شو ما قدمنا لها قليل. سوريا غاليه، غالي وانت غاليه كثير علينا. وبعيد الام بدنا نقول لك كل عام وانت الله يسلمكم. الله يسلمكم. وتشوفي احفادك ناجحين وبمستقبل كثير حلو ان شاء الله. نعاد عليكي بالخير. بتشكركم، بتشكر الاخباري، وبتشكر كل انسان عم يفكر. نحن بنتشكرك انك جيتي من ريف السلميه بيجي حتى تكوني ضيفتنا. بيجي ايمت ما طلب من البلد والوطن انا بلبي. والله ممنونين وجودك معنا اليوم، تكوني مثال يحتذى به. اهلا فيكم. مثال لشريحة من أمهات كثيرات. الله يسلمك. ضحوا في الذات أكبادهم ليا، هي القوة الموجودة عندهم، يمكن نحن بحاجة نتعلم منها. أكيد ما أنا موجودة عند، نحن أضعف من أنه نقدر نستوعب هي القوة الموجودة. لا الحمد لله صراحة. الحمد لله. وكأنه موجود الأبهات كلياتهم بالبيت. أنا كل شو بدي أنا. أكيد حاضرة بقلوب الجميع. الله يرحم الشهداء. شكرا كثير لوجودك معنا. الله يخليكم يا رب، يعطيكم العافية. شكرا كثير لك، شرفتينا كل سنة. وأنت وأنا بتشرف. وأنت عظيمة. الله يسلمك. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك يا رب.